أكتر من 8 شهور من الدراسة والتخطيط والإعداد والعمل الجاد علشان نوصل النهاردة لتنفيذ بنجاح واحد من أهم المشروعات الهندسية والأثرية المعقدة والفريدة، عملية نقل مركب خوفو الأولى من منطقة أثار الهرم إلى المتحف المصري الكبير، بهدف الحفاظ على أكبر وأقدم وأهم أثر عضوي مصنوع من الخشب في التاريخ الإنساني. مركب خوفو الأولى اللي بيبلغ عمرها أكتر من 4600 سنة والمعروفة إعلامياً بمركب الشمس، تم اكتشافها في 26 مايو سنة 1954 أثناء حملة لإزالة الرمال والأتربة من على الضلع الجنوبي للهرم الأكبر للملك خوفو. مركب خوفو الأولى فضلت معروضة في متحف باسمها، تم بناؤه في موقع الكشف عنها عند الضلع الجنوبي للهرم الأكبر، وللأسف المبنى ده فضل على مدار عقود مشوه المنظر الجمالي للهرم، غير أن وسائل العرض والحفاظ على المركب بيه لا تواكب أساليب العرض والطرق الحديثة والمتطورة، فكان قرار نقلها. كان هناك أفكار ودراسات عديدة لنقل مركب خوفو من موقعها بمنطقة أثار الهرم، وكانوا بيوصلوا لنتيجة واحدة، وهي أن نقل المركب فيه خطورة عليها تفوق خطورة بقائها في موقعها، وأنه هندسياً شبه مستحيل، لأن كان التفكير منصب في تفكيك المركب ونقلها وإعادة تركيبها في موقعها الجديد بالمتحف المصري الكبير، لحد ما جت فكرة نقل المركب اللي بيصل طولها إلى 42 متر ووزنها 20 طن كقطعة واحدة، زي ما تم نقل تمثال رمسيس الثاني من ميدان رمسيس إلى المتحف المصري الكبير. وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية لعملية نقل مركب خوفو وفقاً لقانون حماية الآثار، بدأت أعمال التحضير لتنفيذ مشروع النقل اللي استغرقت أكثر من 8 شهور على يد لجان هندسية أثرية رفيعة المستوى، بالتعاون مع جهات علمية ومحلية ودولية، مع الالتزام التام بضرورة تأمين المركب وعدم تعرضها لأي مخاطر أثناء عملية النقل، لأن دي الأولوية القصوى. وفي أغسطس 2020 تم غلق متحف مركب خوفو بمنطقة أثار الهرم، وبدأت الأعمال التحضيرية لتأهيل المركب ونقلها لمبنى جديد في المتحف المصري الكبير. يتم تجهيزه حالياً بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية للعرض المتحفي، بالإضافة إلى أجهزة الرصد والقياس الحديثة للحفاظ على هذا الأثر العضوي الهام والفريد. في البداية وقبل عملية النقل، تم عمل مسح راداري للأرض الصخرية تحت مبنى المتحف القديم اللي في منطقة أثار الهرم حتى الطريق الأسفلتي في الجهة الشرقية، للتأكد من قدرتها على تحمل أوزان والممرات والشدادات المعدنية اللي تمت إقامتها لتأهيل المبنى والمركب للنقل. وقام فريق متميز من مرممي مركز ترميم المتحف المصري الكبير والمجلس الأعلى للآثار بعمل مسح بأشعة الليزر للمركب لتوثيق أدق تفاصيلها وتغليفها استعداداً للنقل. وبالتوازي تم تصميم وتصنيع هيكل معدني حوالين المركب وإقامة شدادات وسقالات معدنية خارج وداخل المبنى لتدعيمه. عملية إخراج المركب من مقرها القديم واجهت تعقيدات وتحديات كبيرة، واللي تم التغلب عليها بواسطة اللجنة المشكلة من إدارة وأثري المتحف المصري الكبير وزملائهم من المجلس الأعلى للآثار واستشاريين ومهندسين من مكاتب استشارية وأساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وتم وضع خطة سريعة لتدعيم المركب والمبنى مع الابتعاد عن أساسات المتحف القديم. وأخيراً لتنفيذ عملية النقل تم استخدام عربيات ذكية من الخارج عندها قدرة فائقة على التغلب على أي عوائق ممكن تواجهها في الطريق، وقدرة على المناورة في المنحنيات والملفات وامتصاص أي اهتزازات، وبيتم التحكم فيها آلياً عن بعد. وأثبتت العربيات الذكية قدرتها على تنفيذ المهمة المكلفة بها لنقل المركب بنجاح أثناء تجارب المحاكاة العديدة اللي خلالها قامت بنفس الرحلة محملة بنفس أوزان وأبعاد وبروز المركب. والنهاردة بعد شهور من العمل المتواصل تمت رحلة نقلها بنجاح، واللي هيقف قدامها التاريخ كتير بعد ما كان يعتقد أن نقلها شبه مستحيل، والعالم كله هيتفرج على المركب في مقرها الجديد في المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه، بفضل فكر وجهد وتفاني المصريين اللي بيثبتوا في كل تحدي واجههم انهم قادرين على تحقيق